يستمر التواصل مشاهدينا الكرام، وهذه الانطلاقات حيث نسير مع شوطنا السادس عشر في انطلاقات هذا الصباح، شوط خاص بالقعدان، ونسير مع نجوم هذه الرياضة من جديد في منافسات وتحديات الصباح. أشواط الانتاج لا زالت مستمرة حتى شوط الختام والمقدمة والصدارة. نبدأ مع هذه اللحظات بوجود هذه الأسماء، ما شاء الله بحر مطر حميد بن مطر بالكوس يتقدم مشاهدي الكرام ليقدم لنا بحر ينتزع المركز الأول. المركز الثاني يأتي في هذه اللحظات مشوش مانع بن محمد بن قطام السويدي، المركز الثالث الثالث الثالث، يصل في هذه اللحظات الشبابي علي بن سعيد الهاشمي يحتل المركز الثالث. المركز الرابع وافي يتقدم، تعود ملكيته حمدان بن حمد بالطير العامري. المركز الرابع هذا اللي وصل، او الخامس هناك نايف منصور بن محمد بن علي المحاربي يحتل المركز الخامس. والمركز السادس هنا تقدم مشاهدينا الاعزاء من زعفران علي بن لاحق الحلامي، يقدم زعفران في المركز السادس، بينما المركز السابع وصل الان الشبابي احمد بن مبارك بن سعيد بن مرخان. المركز الثامن وصل معزم مطر بن سيب بن لاحق الهاجري. المركز التاسع وصول من ثمين لراشد بن عبيد الهلي. والمركز العاشر هذا اللي وصل السفهجان، تعود ملكيته سعيد او شعفور العويسي يتقدم مع السفهجان اللي خذ المركز العاشر. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى، هذه النتيجة. لكن عودة إلى بلكوس مشاهدين الأعزاء، يتقدم حميد بن مطر بلكوس ويقدم لنا بحر بالمركز الأول، لكن الشبابي يتسلل إلى موقع الصدارة. علي بن سعيد بن سالم الهاشمي وصل خذ المركز الأول، سيطر على ناموسي هذا الشوط. المركز الثاني وصلنا الآن وتقدم وافي حمدان بن حمد بالطير العامري، يصل يحتل المركز الثاني، بينما في المركز الثالث يصل بن قطامي مانع بن محمد بن قطامي السويدي مع وجود مشوش على المركز الثالث. المركز الرابع هنا معزز لناصر بن علي بن خصيبة الظاهري يتقدم إلى المركز الرابع، بينما في المركز الخامس نايف منصور بن محمد المحاربي واصل، ولكن هذا اللي وصل معزم تعود ملكيته لمطر بن سيب اللحج الهاجري. ما شاء الله، هذا اللي وصلت الأسماء. وهناك شعار بن منانة يتدخل مع سياف أحمد بن سالم بن منانة وصل، ولكن شوف اللي وصل الآن العمال خليل بن سالم البطين في المركز الثامن. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الأسماء المتقدمة، إلى الأسماء اللامعة، لمعت الأسماء ولكن مشوش على الناموس والانطلاق لمانع بن محمد بن قطامي السويدي، وشوش على الانطلاقة الأولى، شوش على الناموس. المركز الثاني الشبابي المركز الثاني عندك الهاشمي. المركز الثالث وصل بن خصيبة معزز ناصر بن علي بن خصيبة الظاهري يتقدم في هذه اللحظات. المركز الرابع زعفران أوافي وافي حمدان بن حمد بالطير العامري. المركز الخامس شوف اللي قادم راح يطيره، هناك الصيرمي أحمد بن سالم بوظفيرة العامري، ولكن العمال خليل بن حمد البطين، خليل البطين، ولكن مشوش وافي معزز مشوش وافي ومعزز والعمال، ولكن مشوش مسيطر مانع بن محمد بن قطامي السويدي الى مقدمة الشوط. وافي في المركز الثاني، حمدان بن حمد بالطير، هناك ناصر بن علي بن خصيبة مع معزز. اللحظات الاخيرة حركوهن واضربوهن، لكن تحدي مشوش هو المسيطر، يبغي يسلم على ند الشبه سلام وتحية واحترام مانع بن محمد بن قطامي السويدي، سلام وتحية. هذه لحظات وصول مشوش إلى خط النهاية بالفوز والانتصار. المركز الثاني وافي حمدان بن حمد بن راشد بن حمدان بن حمد بالطير. المركز الثالث معزز ناصر بن علي بن خصيب الظاهري. المركز الرابع يأتي العمال خليل بن سالم البطين. والمركز الخامس هذا هو معزم مطر بن سيف اللاحج الهاجري. هكذا كانت النتيجة.
هكذا كانت النتيجة، 5 مراكز أولى متقدمة مشاهدينا الأعزاء في لقاء هذا الشوط. تنافس وتحدي، ولكن نادي الشبه هو من استطاع أن يحقق الانتصار هنا ويهديهم السلام. مشوش ب4:33، 8 أجزاء من الثانية مانع بن محمد بن قطامي السويدي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما في المركز الثاني قطع المسافة 4:34 و3 أجزاء من الثانية هو وافي حمدان بن حمد بالطير العامري. المركز الثالث كان معزز ب4:34، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس يا بن خصيبة ناصر بن علي بن خصيبة الظاهري على هذا الفوز والانتصار. تهانينا للجميع مشاهدي الكرام في مشاركات انطلاقات المرموم.